السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. دونك اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نديرو تتمة ديال السلسلة ديال الموديول ديال لا كونطابيليتي أناليتيك، وبالضبط اليوم وصلنا لا ديتيرميناسيون دي كو إي دي ريزولتا، ولكن في هاد المرحلة هادي دي كا بارتيكولي، سكيل في كاين حالات خاصة واستثنائية كتعرض ليها لونتربريز الوقيته اللي كتبغي تحسب ان كو ديال واحد لو برودوي. دونك حنا ديجا درنا فيديو اللي هو قبل من هذا شرحنا فيه لو كو كومبلي ديال واحد لو برودوي، انطلاقا من المرحله ملي كنشريو لي ماتيير بريمير وكنهزو لا كونتيتي اللي بغينا، كنديوها للمرحله ديال لا برودكسيون، والمرحله ديال لا برودكسيون موراها سكي في راسنا هنا واحد سيغتان كونتيتي ديال واحد مجموعه ديال لي كونتيتي ديال لي برودوي حنا صنعناهم، ولكن الوقيته ملي كنجيو كنديروا الوقيته ديال الفوندر دونك كنهزوا لا كونتيتي اللي حنا بغينا وكنبيعوها. دونك هاد جميع المراحل كنا شفناهم على شكل ديكو، من انطلاقا من الكو داشا، الكو ديال لا برودكسيون، والكو دو روفيان اللي في الاخر كيعطينا واحد لو ريزولتا، اما كتكون بينيفيس ولا بارت. هادشي اللي تنقصدو به لو كو كومبلي، سكيل في ما يخلعنيش هاد العنوان ديال لو كو كومبلي كيفاش كنحسبوه. ديجا درنا فيديو قبل من هذا درنا فيه بالتفاصيل كلشي على لو كو كومبلي بالنسبه للحالات اللي هما طبيعيين، تيقول لك عطيني الريزولتا ديال كونطابيليتي اناليتيك، سكيل في تيقول لك عطيني حسب ليا لو كو كومبلي. دونك اللي كيشوفني لاول مره الا كنتي مبازي تبارك الله تبع معايا هذا الفيديو، هذا كاين عندك واحد الخلل واحد النقص كيفاش تحسب لي كو كومبلي ديال ان برودوي بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك، رجع معايا الفيديو اللي قبل من هذا باش تبازا معنا وتستمر معنا في هذا الدرس اللي هو جديد. هذا الدرس هذا تيكون ديكا بارتيكولي، سكيل في كاينين حالات، يعني شنو هما هاد لي كا بارتيكولي، سكيل في كاين واحد التغيير على داك الكو اللي ديجا حنا حسبناه كومبلي ديال واحد لا كونطابي ديال واحد لو برودوي انطلاقا باش حددنا الريزولتا. دونك هذيك الريزولتا اللي حنا حددناها واخا حنا كنا كنعتقدوا بان راه فريمون ريزولتا غيال، تيقول لي هاد الدرس بان هذيك الريزولتا اللي انت اصلا لقيتيها راه ماشي كومبلي ما كاملاش، يعني سكيل في كاين واحد الشك ديال انه ممكن داك الريزولتا اللي لقيتيها ممكن يكون فيها واحد ليرور. تيقول لك ممكن دابا في هاد الدرس هذا كاينين قواعد، كاينين دي فورمول، كاينين دي زارتيكل جداد غادي نشوفوهم اللي ممكن يصحح ليا وغنزيدو نتعمقوا في ديك الريزولتا انطلاقا من ديك ديكو كومبلي. غير هو دابا كاين دي كاب بارتيكولي سكيل فيت، يقول لك كاين شي حوايج جداد ممكن ياثروا لك وانفلونسيو على ديك الريزولتا اناليتيك. حنا كنعرفوا بان الريزولتا اناليتيك كتجي انطلاقا من داك لو كو اللي لقيناه داشا، كنزيدو عليه لو كو ديال برودكسيون باش في الاخر كنلقاو لو كو دو غوفيان. انطلاقا من باش كنلقاو الريزولتا في الاخر كنشدو البري دو فونت مع الكو دو غوفيان، سا مارش. دونك كنشدو البري دو فونت كنقصو منو الكو دو غوفيان كتعطينا الريزولتا. داكشي باش قلت لك رجع معايا الفيديو غير على مود مصلحتك، انا اصلا تنكمل في الدروس ديال الفيديوهات. دونك دابا تيقول لي شنو هما هاد لي كا بارتيكولي، نشوفو هاد لانتروديكسيون شنو كتقول لنا وموراها نشرحو بالدارجة. تيقول لك لي كو دو برودكسيون سكيل في اللي قصدت لكم قبيله، الكو لي كو كومبلي انطلاقا من الكو داشار الكو دو برودكسيون كو دو غوفيان حتى لقينا الريزولتا. تيقول لك دابا هاد لي كو هادو دو برودكسيون دون لي زونتربريز بطبيعة الحال اندستريال بوف ممكن انها تاثر عليا على دوك لي زيليمون سبيسيفيك، دوك لي زيليمون سبيسيفيك اللي تنقصدو بهم دوك العناصر ديال لا برودكسيون، يعني انطلاقا من لو كو. يعني اصلا ما عندناش دابا هنا مشكل في لو كو داشار اللي فيه لي ماتيير بريمير لي كونتي، هادشي كاع كنا شفناه، يعني غير دابا كنضرب اختصار، انطلاقا من الكو داشا كنحسبوه من لا كونتيتي ديال لا ماتيير بخوميير كنضربوها في لو بخي اونيتار كيعطينا المونطون، كنزيدو عليها لي مان دوفر ديريكت، عاد كنحسبو لي شارج انتيغ، هادشي كاع كنا شفناه في الدروس اللي فات. دابا تنبداو انطلاقا من داك لو كو دو برودكسيون، سا مارش. دونك حيت لو كو دو برودكسيون اللي كتكون فيه لي زاتولي اللي كينتجو ليا داك لو برودوي اللي انا كندرسو دابا حاليا، دونك هذاك لو برودوي اللي انا كندرسو حاليا
وهزينا لا كونتيتي اللي غادي نصيفطوها لاتولي باش كنتجو داك لو برودوي ويتم الصنع ديالو. هذاك لو برودوي انطلاقا الصنع ديالو ممكن يخرج ليا بار اكزومبل دي ديشي، بار اكزومبل دي روبي، بار اكزومبل دي زونكور دو برودكسيون، دي سو برودوي. دونك هادو كاملين ياثروا ليا على الريزولتا في الاخر. دونك غادي نشرحوا بوحده بوحده انطلاقا من هاد الشيما هادي. اول حاجه تيقول لك هاد ليكا اللي ديال العنوان ديال هاد الدرس اليوم جديد، هاد ليكا بارتيكولي خاصين واستثنائيين ديكو دو برودكسيون. لاحظتي معايا دابا نقزنا المرحله ديال الكالكول ديال الكو داشا، ركز معايا دابا غير انطلاقا من المرحله ديال الكالكول ديال الكو دو برودكسيون هو اللي غياثر لنا ويوقع لنا فيه واحد التغييرات في الكالكول. صافي لو كو داشا قلنا ما عندناش مشكل فيه، ركز معايا التغييرات اللي غادي يوليو دابا غير انطلاقا من الكو دو برودكسيون. تيقول لك راه ممكن تلقى في المرحله ديال لي زاتولي ديال لا برودكسيون ممكن تلقى لي برودوي ريزيديوال، وممكن تلقى يكون عندك بعض المرات لي زونكور دو برودكسيون، وممكن تلقى دي سو برودوي. اوكي وحده بوحده نشرحوها، وفي هذا الدرس اليوم غنديروا كلشي ديال هاد لي كاب بارتيكولير. نبداو دابا على بركه الله بلي برودوي ريزيديوال شنو هما. تيقول لك ممكن يكونوا فيهم جوج حالات، اما لي ديشي اما لي روبي. لي ديشي شنو هما؟ هما بار اكزومبل نعطيك انا كمثال، بار اكزومبل هادوك شي مصنع ديال الخياطه. دونك هذاك اصلا داك مول الشركه اللي كيطرح لنا دي برودوي وكيصنع لنا دي برودوي ديال الخياطه، نعطيو كمثال بسيط، هذيك الشركه كتصنع ليا بار اكزومبل جلابه. دونك هذيك الجلابه اصلا الاصل ديالها منين تتكونات؟ شنو هي الماده الاوليه اللي حنا اصلا شريناها باش صنعنا ديك الجلابه؟ دونك بار اكزومبل كيشري توب، دونك توب كيشريه على شكل ديكوبو ديال التوب من الكروسيست. دونك عندو التوب عاد كيهز، دونك دار واحد لاشا ديال الماتيار كونسومي اللي هي التوب. اوكي هز لا كونتيتي اللي بغا داها المرحله ديال لا برودكسيون عن طريق دي زاتولي. دونك هادوك لي زاتولي كيتم الصنع ديال التوب باش كتولي لنا في الاخر ان برودوي فيني على شكل جلابه. ولكن ملي كيستعمل داك العامل هذيك المقدار ديال التوب باش يصنع واحد الجلابه، اوتوماتيكمون كيخلي عنده واحد البقايا اللي دوك البقايا هما عباره على دي شي ما كيصلحو بار اكزومبل ما يمكنش يصلحو حتى شي حاجه، ولا ممكن اللي هما كنسميهم سون فالور، ولا ممكن يكونوا فوندابل. يعني دوك البقايا الطريفات ديال التوب اللي شاطو ممكن يكونوا فوندابل ولا ممكن يكونوا غيوتيليزابل، يقدروا يعاودوا يستعملوهم ان برودوي واحد اخر. دونك بار اكزومبل الا كانوا سون فالور يعني ما عندهم حتى قيمه، دونك غادي يهزهم غادي يلوحهم غيخرجهم من لونتربريز على شكل بانهم ما عندهم حتى شي قيمه. دونك راه صنع لو برودوي اللي هو جلابه ولكن بقاو ليه بقايا دي ديشي طروفا ديال التوب ما عندهم حتى شي قيمه. ولكن دوك البقايا اللي ما عندهم حتى شي قيمه غادي يبقاو عنده في لونتربريز، غادي يوسخوا ليه لونتربريز، غادي يعمروا ليه ديك لاتولي على شكل حاشاكم في لابوبيل، غادي يلوحهم في لابوبيل. دونك باش يخرجهم من لونتر ديك لابوبيل حاشاك، باش يخرجهم من لونتربريز راه خاصو مصاريف ديال النقل ديال دوك الازبال حاشاكم. صامارش هادوك المصاريف ديال نقل الازبال دونك حتى هما كيتزادوا على لي شارج. لاحظتي معايا هاد الكلمه دي قال ما كنا كنزيد هاد لي شارج هادو قال ما كنا كنزيدوهم الوقيته اللي كنا كنحسبوا لي كو كومبلي في الدرس اللي فات، كنا كنلقاو الريزلت سوا بينيفيس سوا واحد البارت. ولكن ما عمرنا درسنا في الفيديو اللي فات على ممكن يكونوا دي ديشي يكونوا واحد المصاريف وحدين اخرين خصني نخلصهم الوقيته اللي كنت كندير تم النقل ديال هاد البقايا هاد لي ديشي حاجاكم باش نلوحوهم في لابوبيل. صامارش دونك هادو دي شارج خاصني نزيدهم على لي شارج الوقيته اللي كندير لا برودكسيون. انا غندير اكزيرسيس باش ما يبقاش عندنا مشكل. صامارش وكتقول لك هاد لي ديشي هادو هاد الطريفات ديال التوب اللي شاطو لنا كاينين حالات وحدين اخرين ممكن يكونوا فوندابل. لاحظ معايا قلت لك فوندابل سكيل في كنعاود فيهم البيع، بما انني كنعاود فيهم البيع سكيل في راه عندي واحد الفلوس غد
تدخل ليا حيت غادي نبيع دونك غيدخل ليا الفلوس او ميم طون ملي غيدخل ليا الفلوس هذوك لو بري هذوك لي ديشي اللي غادي نبيعهم خاصني نقص منهم لي شارج ديال بشحال دونك انا صنعت واحد البرودوي صغير انطلاقا ماشي هو لو برودوي برينسيبال اللي هو جلابه صنعت مثلا ما عرفت شنو نقول لك انا بزيط مات ديال الثوب يلا هذاك الثوب ديال الجلابه اللي صنع هذاك الثوب اللي اصلا صنعنا به جلابه برودوي برينسيبال رئيسي ديالنا او ميم طون خرجنا منه بزيط مات بار اكزومبل من نفس ديال الثوب هذاك الثوب اللي صنعنا منه بزيط مات غير كانوا دي ديشي ولكن فوندابل سامارش ممكن نبيعوهم اوكي على شكل بزيط مات صغار اللي كنلقاهم غالبا في الريزيتيزابل هادوك الفوندابل دونك شكل في عندي واحد الفلوس كتدخل ليا ولكن هادوك البزيط مات او ميم طون راه فيهم دي شارج فيهم هذاك القيمه ديال الثوب اللي اصلا انايا خسرته او ميم طون في خاصني نخلص الناس اللي صنعوا لي داك الثوب دونك عندي دي بري دي فونت ونقص منه لي شارج واخا ما نفهموش فهاد لابارتي تيوريك اوتوماتيكمون غنديرو اكسيرتيس غادي نحيدو هذا المشكل كامل دونك وعندنا او ميم طون ريتيليزابل اللي عاد دابا شرحت غيبقى لنا واحد الحاله واحده اخرى هما دوك لي ريبو لي ريبو حنا كاملين كنعرفوهم بواحد الاسلوب بسيط كتلقى مثلا بار اكزومبل لي زونتربريز اللي عندهم لي مارك هادوك لي زونتربريز اللي عندهم لي مارك معروفين ومشهورين دونك عنده واحد لو برودوي مثلا كيبيعو بواحد لو بري اللي هو طالع لان كما تنقولوا حنا هذاك التيشورطه ولا داك لو بري هذاك المنتوج سمحوا لي عنده واحد الماركه اللي معروفه عالميا دونك كيبيعها بواحد لو بري اللي هو طالع ولكن هذيك الشركه اللي معروفه وعندها ماركه عالميا كتصنع واحد لا كونتيتي كبيره ديال داك مثلا داك الشوميزات ولكن ماركه او ميم طون الوقيته ديال الصنع ديال دوك لي برودويات كيخرج منه واحد دي برودوي في الاخر تلقى مثلا فيه شي ديفو مثلا نقص خياطه المهم طلع في شي ديفو هذاك البرودوي ديك الشوميزه بار اكزومبل لي او ميم طون نفس الماركه راه نفس الماركه عندها غير فيها واحد ديفو دونك كتباع بواحد الثمن رخيص على الماركه على داك نفس البرودوي اللي هو ماركه وما فيه حتى شي ديفو فاهمين دونك او ميم طون ننتقلوا دابا لواحد المرحله واحده اخرى اللي سميتها واحد الحاله واحده اخرى لي زونكور دو برودكسيون سكيل في عندي بوندون لاني كامله انا ديجا كان عندي واحد لو ستوك انيسيال او ميم طون كان صنعت واحد لو برودوي ياك وهذيك لا كونتيتي لي برودوي اللي انا اصلا كنت عاون صنع مثلا بار اكزومبل صنعت كنت عاون صنع واحد 500 جلابه صنعت غير 300 وبقات لي 200 اونكور باقي ما تمش الصنع ديالها سامارش دونك كنأجلوها العام الجاي غادي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا حتى هو الكالكول ديالها وعندي في الاخر عاوتاني واحد الحاله خاصه اللي كتاثر لي على الانفلونس ديال الريزولتا اللي هي لي سو برودوي بار اكزومبل كيف ما شرحت لكم قبيله هو انه مثلا عندي ان برودوي برينسيبال اللي انا متخصص فيه كنصنع جلالب او ميم طون ممكن من دوك البقايا اللي بقاو ليا ممكن نصنع دي سو برودوي او ميم طون نبيعهم بحال داك البسطام اللي كعاودت لكم قبيله عليه نقدر نربح منه حتى فلوس حتى هو ولكن البرودوي الرئيسي ديالي انا هو الجلابه والبرودوي الثانوي هو السو برودوي هو البسطام اوم هادشي كامل عنده دي كالكول وحالات دي زيكسيرسيس غادي نشوفوهم دونك نبداو دابا على بركه الله في داكشي التطبيقي بشويه باش نحيدوا هاد المشكل هذا راه ما كاينش شي حاجه صعيبه عندنا في لا كونطابيلتي غير حاول تركز ودير دي زيكسيرسيس ننتقلوا دابا نديروا هاد ليكسيرسيس هذا دونك اكزومبل اون انتربريز فابريك ان برودوي P à partir d'une matière M. Donc, واحد الشركة صنعت لنا واحد لو برودوي بي اللي هو ديك الجلابة اللي عاد دابا هضرنا عليها غير كمثال بسيط نتاخد اي برودوي في عقلك المهم عقل بان برود بي هو واحد لو برودوي صنعته واحد لونتربريز ابارتير شنو من واحد المواد الاولية اللي بطبيعة الحال اوتوماتيكمون خاصة تشريها باش تصنع ليا ديك الجلابة اللي هي الماتيغ بخوميييغ ام اللي هي اونتر بارونتيز هما دوك التوابات
مستمرش دونك صنع لنا الجلابه ابارتير التوب اللي شرينا. اوكي عطينا خويا بشحال ديال مثلا بسيط لا كونسوماسيون دو ماتيير بروميير اللي هي ام اللي هما دوك التوابات غير كمثال بسيط. دونك شريت 2000 كيلوغرام من دوك لي ماتيير بروميير وكل كيلوغرام تقام عليها ب 15 درهم للكيلو. سهله ماشي شي حاجه يعني في الحساب 2000 في 15 درهم. اوكي عندها دي مان دوفر ناس خدامين عندها كتخلصهم بالساعه باش يصنعوا ليها دوك الجلالب. دونك 600 ساعه تقام عليها باش تصنع هاد 6000 جلابه اللي هي كمثال بسيط اللي هي 6000 يونيتي. دونك خاصها تقام عليها ناس خلصاتهم لمدة 600 ساعة باش يصنعوا لي هاد لي زونيتي هادو وكل ساعة تقامت عليها ب 30 درهم. سكيل في 600 في 30 درهم هادو كاملين شنو دي شارج نورمال كيف ما شفنا في الدرس اللي فات دي شارج ديريكت. دابا دي شارج انديريكت هما عطاونا محسوبين واخا دي شارج انديريكت سكيل في المونطون ديالهم لا فالور ديالهم 12000 درهم و 800 ياك تعلمنا كيفاش نحسبوا الكوت برودكسيون. اوكي تيقول لك معلومه واحده اخرى لا برودكسيون يعني بشحال صنعنا مجلبه صنعنا 6000 يونيتي 6000 بياسه سا مارش. اوكي تيقول لك لا ترانسفورماسيون دو ام اون ترين دو ديشي يعني دوك المواد الاوليه شنو هي لا ترانسفورماسيون دو ام سكيل في هاد 2000 كيلوغرام ديال المواد الاوليه اللي حنا اصلا شريناها باش نصنعوا اي شنو نصنعوا بها 6000. تيقول لك راه خرجات منها جوج ديال لي ديشي دي ان و دي دو. دونك دي ان ريبريزونت 5% ديال اش ديال هاد 2000 كيلوغرام دي بوا دو لا ماتيير دو ام دي بوا ماشي لا فالور المونطون. ما كنديرش 2000 في 15 عندي لا نضربها في 5% ديالها لا غير دي بوا. لاحظ معايا ركز في اي حاجه كاينه في الاكسيرس دي بوا سكيل في غنمشي من هنا 2000 كيلوغرام 5% ديال 2000. اوكي قال لك اي دون ليفاكياسيون دونك راه عندي مصاريف ديال النقل واش غادي نخليهم في تما في لاطولي غير تعمر لي الدنيا لا خصني نخرجهم حاشاكم لا بوبيل. اي دون ليفاكياسيون ا اونتريني تقامت عليا دي فري مصاريف ديال 2 درهم للكيلو فاهمين يعني راه هاد 2000 كيلوغرام ما مشاتش كلها خسرناها على 6000 يونيتي 6000 بياسه باش صنعناها لا خسرنا منها نقصات منها القيمه ديال 5% من هاد 2000 مفاهمين. ومما انه نقصنا منها 5% ديال 2000 راه ولا عندنا حاشاكم الدنيا عمرات تما بالوسخ دونك راه دي ديشي دونك خاصني نخلص عليهم لي فري ديال ديستريبيسيون اللي خاصني المهم ديال الترونسبور سمحوا لي دي فري ديال الترونسبور اللي خاصني نلوحهم حاشاكم تنوصلهم لابوكي. دونك دي دو قال لك ريبريزون دي شي واحد اخر هذا ريبريزون 10% منين اون ميم طون من لا ماتيير ام سا مارش اي دون لو بري دو فونت اي 5 درهم لو كيلو سكيل في هاد 10% اللي تنقصات من 2000 كيلوغرام قال لك عاودنا ربحنا فيها بيع عاودنا فيها البيع وكل كيلو ضربناه في 5 درهم. دونك هذا واحد المدخول واحد الفلوس اللي تزادتني ربحتها انا وهذه فلوس اللي خسرتها انا. واش فاهمين اللي بغى يعلمكم في هذا الدرس هذا بغى يقول لكم كيفاش تحسبوا وكيفاش تعرفوا لي شارج اللي نورمالمون كيتزادوا يعني بلوس لي شارج وإلا كانت شي حاجة فيها الفوند الربح ديالنا كننقصوها من لي شارج فاهمين حيت فلوس دخلناها سكيل في خصني نخسرها من داك المونطون اللي خسرته أنايا راني ربحت فلوس واش غادي داك المونطون اللي ربحته أنا غادي نزيدو عليا في الخسائر لا داك الفلوس اللي ربحته راه خصني نقصو من الخسائر باش نعرف بشحال خسرت غير فاهمين. واخا كالكولي لو كو دو برودكسيون دو بي سا مارش. دابا عاد نعرفو لو كو دو برودكسيون دو بي. اوكي نديرو الكوريكسيون. دونك اول حاجه
حنا ديجا عارفين باش كنحسبوا لو كو دو برودكسيون. لاحظتي معايا ملي وصلنا للدرس ما بقيناش كنفكروا في لو كو داشا. لو كو داشا حيدنا في الدرس اللي فات. دابا كنطلقوا انطلاقا من لو كو دو برودكسيون، موراها اوتوماتيكمون كيأثر ليا على لو كو دو غوفيان، وبطبيعه الحال غيأثر ليا في الاخر على ريزولطا. هادو هما ثلاثه المراحل اللي مهمه دابا حاليا. دونك لو كو دو برودكسيون ايت ايغال لي شارج ديريكت. قلنا اي كو كنحسبوه والا تيكون فيه دي شارج ديريكت و دي شارج انديريكت. غير دابا كيتزادوا عندنا واحد الحاجه لي ديشي صامار شوما كنحسبوا وكنديروا الكالكول ديالهم. دونك لي شارج ديريكت هادشي كاع شفناه في الدرس اللي فات بالنسبه للكود برودكسيون، هو الكود داشا اللي تبع الحكا نقصدوا به الماتيير بروميير ام اللي فيها اصلا 2000 كيلوغرام. منين جبنا هي هادي؟ هادو دي شارج ديريكت عندي. دونك 2000 كيلوغرام ضربتها في 15 درهم للكيلو، دونك راني خسرت 30000 درهم ديال الفلوس غير باش نشري المواد الاوليه اللي هي ديك التوابات بار اكزومبل. سا مارش. وعاوتاني تيقول لك زدت يعني فوق ديك 30000 درهم زدت خسرت عاوتاني 18000 درهم وحده اخرى. ديالاش؟ منين جبتها؟ هما ديك 600 ساعة ديال دوك الناس اللي خدامين معايا باش صنعوا ليا لو برودوي، وكل ساعة خلصتهم ب 30 درهم للساعة. ها هي دونك المونطون ديال الناس اللي خلصتهم هو 18000 درهم. هادو كاملين خسائر باش نصنع داك 6000 حبة اللي في الاخر. سامارش. قال لك عندي دي شارج انديريكت، هما الفري دو برودكسيون، هما ديجا عطاوني كالكولي سكي فيه هي 12000 درهم 800. دونك غادي نكتبها في الجهه ديال لي مونطون. هادو كاملين دي شارج، يعني هادشي كلشي راني خسرتو 30000 زائد 18000 زائد 12800. هادشي كلشي جبدتهم من جيبي وحطيتهم باش يلاه يلاه نشري ديك المواد الاوليه وخلصت الناس وخلصت لي شارج انديريكت. صامارش. تيقول لك عندك واحد المصاريف. لاحظتي معايا الدرس اللي فات كنا كنحبسوا حد هنا هاد لي شارج انديريكت وكنطلعوا لهنايا موراها كنتقلوا الكود غوفيان، موراها كنلقاو الريزولطا. فهاد الدرس هذا تيقول لك لا كاينين حالات خاصين اللي هما كاينين بارفو تيكونوا دي ديشي، دونك خاصك تعدل ليا وخاصك تصحح ليا ديك الريزولطا اصلا. اوكي دونك بما انهم كاين دي ديشي تيقول لك ديشي ان كندخلو حتى هو في الكالكول. تيقول لك لاحظ معايا D1 ريبريزونت 5% ديال الماتيير الاولانيه، هي الماتيير بروميير. الماتيير بروميير شنو فيها؟ فيها 2000 كيلو. هنا قال لك 5% هي ديال الوزن دو بوا، سكيل في 5% الى ضربتيها في هاد 2000 غتعطيني بشحال؟ غتعطيني 100. دونك هادو دي ديشي ما يبقاوش عندي في الوزن الحقيقي اللي بديت به اصلا هو 2000. لاحظتي معايا دي ماتيير يعني كاثر 5% من الماده الاوليه. دونك تيقول لك بان هاد 2000 هادي راه ما كفا زعما كاين ما استعملتيهاش كلها باش تصنع ليا 6000. لا راك صنعتي غتحيد منها 5% ديال دي شي ان سامر. دونك 5% ديال 2000 هي شنو؟ هي 100. دونك سكيل في حيدنا 100 من ديك ال 2000. اوكي هاد 100 هادي قال لك راه فرضات عليك انك تخلص عليها المصاريف ديال النقل باش ديتيها لابوبيل حاشاك. اوكي دونك هاد 100 كيلو غرام ديال الماتيير بروميير خلصتي عليها كل كيلو 2 درهم، سكيل في راك خلصتي 200 درهم تزادت عليك في المصاريف، ما كنتيش كاع عول عليها. ولكن بما انهم طرحوا لك 100 كيلوغرام ديال لي ديشي خاصك تخلص الناس اللي هزوا لك داكشي باش يديهم لابوبي. هادوك الناس تقاموا عليك 200 درهم. اوكي ها هما تزادت في لي شارج كيعلموك شنو غتزيد وشنو اللي غتنقص. اوكي دي دو نشوفوا دي دو. دي دو قال لك ريبريزون 10% 10% ديالاش دي بوا ديال 2000 كيلوغرام. اوكي دونك غدير 10% في 2000 هي 200. دونك هاد دي 2 حتى هي غادي نقصوها سا مارش. دونك ناقص 200 كيلوغرام من المونطون ريال اللي هو 2000 كيلوغرام. اوكي هادو دي ديشي، لي ديشي كيتنقصوا في لا كونتيتي كيف ما شرحت لكم قبيله. وكل كيلوغرام قال لك فوندابل وباعو،
يعني ماشي سكيل في انه وضع فيه هادشي باش درنا فيه زائد لي شارج. لا هاد السيد هذا هاد 200 كيلوغرام اللي هي دي شي 2 باعها سكيل في ربح منها. اوكي دونك باعها ب 5 درهم الوحده، يعني 200 درهم في 5 هي 1000. هاد 1000 هادي راه ماشي دي شارج لانك انت بعتي. واش انت بعتي كتعتبر كتعتبر راسك راك خساره؟ هذيك 1000 درهم دخلت لك في جيبك، لاحظ معايا قلت لك بلا ما نشعر دخلت لك في جيبك، ماشي بحال هذه خرجتيها من جيبك باش نقلتي دوك لي ديشي لابوبيل، هذه بعتي دوك لي ديشي دو ودخلوا لك في جيبك. دونك هاد 1000 درهم اللي ربحتيها انت ونقصها من المجموع ديال الخسائر اللي خسرتي باش تصنع هاد لو برودوي بي. هذه هي القرايه ديالنا بالدارجه وشرحنا هاد الاكسيرسيز صح مارش. دونك اوتوماتيك ممكن ندير التوتال كامل تنقص منه هاد 1000 كتعطيني 60000 صح مارش. عندي لا كونتيتي هي 6000. منين جبت المعلومه هادي؟ قال لك لا برودكسيون ديال بي راك صنعتي غير 6000 يونيتي. سكيل في كندير ديك لا ميثود ديال الكبير، يعني 60000 كنقسم على 6000 دونك 10000 دونك 10 درهم لو بري يونيتار سا مارش. دونك حنا حاولنا نفهموا انطلاقه من ليكسيرسيس الاولاني، ندوزو ليكسيرسيس رقم 2. دونك عندي اون انتربريز فابريك ان برودوي بي ا بارتير دون سول ماتيير ام، واحد الشركه صنعت واحد لو برودوي بي سميه كيما بغيت تسميه انت انطلاقا من واحد الماده الاوليه اللي كانت شراتها هي ام سا مارش. دونك لو تريتمون ديال هاد الماتيير ام، يعني الوقيته اللي كنا كنستعملو في لاطولي باش كنصنعو هاد لو برودوي بي كنستعملو هاد الماتيير ام، قال لك طرحت ليا جوج ديال لي ديشي، وهاد الماتيير ام الوقيته اللي كنا كنستعملوها في لاطولي رقم 1 سا مارش. دونك عندي جوج ديال لي زاتولي، لاطولي الورشه الاولانيه اللي تخنا فيها هاد لا كونتيتي ديال لا ماتيير ام خرجت منها، يعني تنقصات من الكميه ديال ام تنقص منها جوج ديال لي ديشي في لاتولي 1. ديشي 1 قال لك في الاول سون فالور اوكي ما عنده حتى شي قيمه، بشحال كيمثلنا لهذا اللي ما عنده حتى شي قيمه؟ قال لك ريبريزونت 10% دو بوا دو لا ماتيير ام، يعني كيمثل ليا من لا كونتيتي ديال لا ماتيير ام تيمثل ليا بشحال 10%. اوكي اي دون ليفاكياسيون نونطريم با دو فري، لاحظ معايا تيقول لك راه كيمثل لي 10% هاد دي ان هذا 10% من لا ماتيير بروميير ام، وتيقول لك اول معلومه راه سون فالور ما عنده حتى شي قيمه ما غنديرو به حتى شي حاجه ما غادي نلوحوه في لابوبيل حاشاك. وحتى ديك المصاريف باش نهزو النقل داكشي ونلوحوه في لابوبيل قال لك ما تقام عليا حتى ريال نونطريم با دو فري تقام عليا فابور صامرش. هاد المرحله دابا الثانيه قال لك دي 2 نشوفوا دي شي رقم 2 قال لك فوندابل، هذا هو اللي صورنا منه فلوس وبعناه واخا هو دي شي بقايا ديال الطروفه ديال التوب بار اكزومبل ما عندنا ما نديروهم، ولكن كاين وحدين اخرين اللي غادي يستعملوهم باش يصنعوا منهم دي برودوي وحدين اخرين شركات وحدين اخرين. هذيك لا كونتيتي ديال دي شي 2 شديناها بعناها لشركه واحده اخرى استفدنا منها كقيمه ماليه ريبريزونت 5% du poids de la matière M et qui doit être épuré dans l'atelier 2 avant l'écoulement. Donc, qu'elle soit, qu'elle s'émeulera en même temps sur l'atelier à la commission. Pour le mois de juin 2010, les charges de production engagées. Donc, les charges de la production le mois juin 2010, je ne sais pas si le produit P. Et nous avons dit que les charges directes sont les matières premières de M. Donc, nous avons dit que les charges 15000 كيلوغرام وكل كيلو تقام عليه ب 20 درهم صامرش باش يصنع داك لو برودوي شنو هو بي. هاد 15000 درهم وداخله فيها داك المواد الاوليه باش يصنع لو برودوي بي، وداخله فيها حتى ديك الكونتيتي ديال لي ديشي 1 اللي ضاعوا لينا، وداخلين فيها لا كونتيتي ديال ديشي 2 اللي حنا بعناهم. اوكي المان دوفر ديريكت عندي جوج ديال لي زاتوليي لاحظتي معايا اتوليي 1 واتوليي 2 واخا لاتوليي 1 فيه ناس تقاموا عليا
باش نصنع هاد لو برودوي بي تقريبا 2350. اوكي 2350 ساعه، كل ساعه خلصتهم 12 درهم للساعه. بالنسبه للاتولي واحد اخر اللي هو رقم 2 غير 600 ساعه، كل ساعه ب 12 درهم. اوكي لي شارج انديريكت كاينين لاتولي ان 3000 يونيتي، خرجنا منه 3000 بياسه، 3000 يونيتي دوف 30 درهم لليونيتي. اوكي لاتولي 2 2500 يونيتي وكل وحده ب 15 درهم. واخا عندي واحد المعلومه، هاد لو ديشي 2 اللي ديشي 2 اللي قلنا فوندابل قال لك ايتي فوندي، واخا حنا عرفناها او بري ديالاش ديال 120 درهم، سكيل في راه عندي واحد لو برودوي اللي انا بعته وبعته ب 120 درهم الوحده. الدور ديالي خصني نعرف غير بشحال ديال لا كونتيتي اللي انا خرجت ديال دي 2 بطبيعه الحال، منين من لا كونتيتي ديال لا ماتيير بروميير اللي شفنا في ليكسيرفيس قبل من هذا. سامارش دونك نعرف بشحال ربحت فيه، dont 10% de la marge bénéficiaire et 2% des frais de distribution. Calculer le coût de production d'ILP. Ok. Bdaw ala barakatilla, ndiru correction. Awwal haja, chnou khassni ndir? Khassni nbda ble coût de production d'IL déchet. Donc, le coût initial de la sortie de l'atelier. Donc, smhou liya kayen wahed li rew hnaya. Donc, hadi raha machi dir 1. Ah, tadir. Ça marche. دونك لانه انت فونطابل هو 2، دونك هو اللي خصنا ندرسو عليه هو الاولاني، نعرفو بشحال ربحنا عاد نقصو المصاريف اللي خسرنا. هذا هو لو برينسيپ في الدرس هذا، تعرف شنو اللي غتزيد صامارش، المصاريف اللي غتزيدها وتحيد منها الفلوس اللي انت ربحتي. دونك غادي عندي فيما نسمع شي ديشي فوندابل، دونك غادي نسبق لو كو دو برودكسيون ديال هاد لو ديشي اللي هو فوندابل. سامارش هادي هي المرحله الاولى باش كنبداو بها، لو كو دو برودكسيون ديال ديشي 2 اللي هو فوندابل. دونك اسيدي عندي لو بري دو فونت، سكي فيرا اصلا هو فوندابل يعني ربحت منه فلوس. دونك لو بري دو فونت باش كنعرف بشحال ربحت فواحد لو بري اللي اصلا انا بعته. دونك خصني نعرف لا كونتيتي ديالو اللي هي 750، منين جبناها؟ قال لك ريبريزونت 5% ديالاش ديال لا ماتيير ام، سكيل في كدير 5% ياك، 5% كضربها فاش؟ كضربها في 15000 كيلو. اس كالكولاتريس دير 5 دير 15000 درهم، سمحوا لي 15000 كيلو ضربها في 5% غتعطيك 750. هذه هي لا كونتيتي ديال ديشي رقم 2 اللي حنا غادي نبيعوه، فاهمين؟ بما ان فقدنا من 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 الكونتيتي غير اللي هي الماتيير بروميير 15000 درهم كيلوغرام، صامارش حيدنا منها 5%، سكيل في غادي نقصوا منها بشحال؟ 750 كيلو. اوكي دونك هاد 750 كيلو قال لك راها فوندابل، بغيت نعرف الفلوس اللي ربحت. دونك الضربه في 120 درهم للكيلو، ها هي 120 درهم للكيلو. دونك بما اني ضربتها في 120 درهم، هاد هو الفلوس اللي غنربح انايا، بعتها للكليان، دونك ربحت 90000 درهم غير انطلاقا من هاد لي ديشي 2. واخا دونك تيقول لك نقص منا لا مارج بينيفيسيير وعندي لي فري دو ديستريبيسيون. دونك سيدي عندي تيقول لك دون 10% ديال لا مارج بينيفيسيير اي 2% دي فري دو ديستريبيسيون باش نعرف الفلوس اللي ربحت ريال، نحيد منها لا مارج ونحيد منها لي فري دو ديستريبيسيون. دونك بما انني انا ربحت دابا 90000 درهم دخلتها في جيبي، نحيد منها لا مارج ونحيد منها ديستريبيسيون. دونك هاد 90000 درهم ضربها في 10% كيف ما قالوا لينا ديال لا مارج، ياك ديال لا مارج، ونضربها ونحيد منها 2% ديال ديستريبيسيون. دونك 90000 درهم ضربها في 10% غتخرج لك ناقص 9000 درهم. عاوتاني هاد 90000 درهم اللي انا اصلا ربحتها في الاول حيد منها لي فري ديستريبيسيون، يعني سكي في ضربها في 2% غتخرج لك 1800. دونك هاد لو مونطون ديال لو بري دو فون حيد منه لا مارج بينيفيسيير، حيد منه الفري ديستريبيسيون، غتلقى شنو؟ غادي تلقى 77200. اوكي مقسومه على ايش؟ على ديك
لو برودوي ديال الديشي دو ديال لا كونتيتي اللي لقينا سا مارش دونك على 750 غتخرج ليا 105 درهم فاصله 6 سا مارش دونك هادو فلوس انا ربحتهم انطلاقا من واحد لو ديشي دو ولكن فوندابل بعتو ربحت منه دونك سكيل في انا دابا دخلت هاد 79000 درهم و200 دخلتها في جيبي ربحت ولكن قال لي شوف دابا شنو تيقول لك بان راه عندك واحد لو كود دو تريتمون ديال لاتولي جوج علاش يعني عندك دي شارج اللي اصلا هاد دي دو راك انت صنعتيه سا مارش دونك عندك ناس مصاريف تقاموا عليك باش انك خسرتي فلوس باش حتى ولا في الاخر واحد لو دي شي دو بواحد المواصفات وبعتيه باش ربحتي هاد 79000 درهم سا مارش هاد المعلومه منين جبناها قالوها لينا ها انت قال لك اي كي دو اي ايا اي دي دو اي كي دو اي بوري غندخلوه في لاتولي وغنستعملوه في لاتولي رقم جوج افون لوغ ايكولمون سا مارش دونك سكيل في هادشي باش تخناه فلاتولي رقم جوج ونعرفوا اصلا دوك المصاريف اللي حنا اصلا خسرنا على داك الديشي رقم جوج حتى بعنا وربحنا هاد 79000 درهم و200 يعني هادو دي برودوي اللي انا بعتهم وربحت منهم فلوس ونقص ليا منهم لي شارج ديال هاد دي دو فلاتولي رقم جوج فهمتي باش تعرف شنو هما الحوايج اللي كتزيدهم وشنو هما الحوايج اللي خاصك تنقصهم صافي دونك تيقول لك بان 600 ها هما لي شارج رقم 2 فين هما دونك تيقول لك في لاتولي رقم 2 لاحظ معايا لاتولي رقم 2 هاي ديال دي دو دونك اوتوماتيكمون عينيه غتمشي في لي شارج ديال لاتولي رقم 2 بالنسبه للي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت سا مارش ديما لاتولي رقم 2 المصاريف اللي تقاموا عليا شنو خسرت ناس خدامين عندي خلصتهم 600 ساعه وكل ساعه تقامت عليا ب 12 درهم وخلصت عاوتاني لاتولي رقم 2 اللي هو 2500 يونيتي ب 15 درهم يونيتي هادو كاملين مصاريف انا خلصتهم دونك سكيل في خاصني نحيدهم ربحت فلوس ولكن هاد الفلوس راه ما ديالكش غيال كامله خاصك تنقص منها الفلوس لي شارج اللي انت خسرتي باش حتى ربحتي ديك 79000 درهم عاد تلقى المونطون الحقيقي اللي فريمو راك ربحتيه انطلاقا من هذا البيع ديال الديشي دو سا مارش دونك عندي 600 تقامت عليا طبيعه الحال فوا 10 علقه 6000 درهم هاد 6000 درهم راني خسرتها في الديبار دونك غادي ننقصها من هاد لو مونطون هذا دونك عندي دي شارج انديريكت 2500 في 15 خسرت 37500 حتى هي بالطور ديالي غادي ننقصها من هاد لو مونطون هذا دونك في الاخر غادي نلقى راسي عندي 35700 هذا هو المبلغ الحقيقي اللي انا ربحته ودخلته الجيب ديالي انطلاقا من هاد البيع ديال الديشي رقم 2 او ديال الله يهديك الى مصلحه النادي الديشي رقم 2 سا مارش وفي الاخر غادي ندير ليها لو كبيب كيف ما تعودنا في الدروس اللي فات غادي نقسم هاد 35700 وقسمها على 750 ديال لا كونتيتي 750 ديال دي 2 ملي جبناها ها هي 5% ديال 15000 كيلوغرام ديال دي 2 سا مارش غيخرج ليا 47 درهم فاصله 6 هو لو بري يوتير ديال كل كيلو سا مارش دابا كنظن ما بقاش عندنا مشكل دونك بما انه حيدنا دي دو ما غيسهل عندنا نوصلوا للمرحله ديال نحسبوا لو كود دو برودكسيون ديال البي دونك لو كود دو برودكسيون كيف ما شفنا في الدرس الفيديو اللي فات وفي الدروس اللي فات ديال لي كو كومبلي قلنا عندي لي شارج ديريكت اي كو تيكون فيه شارج ديريكت شارج انديريكت وفي الاخر عندي دي ديشي ديشي ان و ديشي دو نشوفو كيفاش غادي نوظفو هاد ديشي ان و ديشي دو فهاد نحسبو في لو كو دو برودكسيون ديال بي ديشي دو ها هو ديجا حنا حسبناه هادشي باش قلنا خصنا نسبقو شي حاجه فيها فوندابل صح مارش اللي هو دي دو باش يسهل عندنا المأمورية قال لك عندي لي شارج ديريكت لي شارج ديريكت شنو هما عندي لي ماتيير بروميير اللي هي كونسومي
15000 كيلوغرام اللي كنا شرينا، وكل كيلو تقاملنا ب 20 درهم. سهله ماشي شي حاجه، هي 300000 درهم ديال المصاريف ديال المواد الاوليه اللي خسرنا النهار الاولاني. اوكي، قال لك عندي ديماند اوفر ديريكت فلاتولي ان، لاحظ معايا. Donc le traitement de la matière M dans l'atelier 1 chez entre deux déchets. Donc l'atelier 1 a dit je fais un 2350 كل ساعه ب 12 درهم. هي 2350 ب 12 درهم الساعه، وتقام عليا خسائر خسرتها دوك الناس خلصتهم باش يصايبوا لي هذا لو برودوي بي، خلصتهم 28000 درهم و200. اوكي، عندي L'atelier 1, بالنسبه لي شارج انديريكت شنو كاين فيها؟ عندي 3000 يونيتي، وكل يونيتي ب 30 درهم، حتى هي خصني المصاريف خصني نحيدها، راه تقامت عليا مصاريف خصني نزيدها، سمحوا لي يعني مصاريف تزادت عليا حتى هي خصني نزيدها في الخسائر. دونك عندي 3000، وكل 3000 عندي 30 الوحده، دونك 90000 صافماش، هادو كلهم بلوس شي حاجه، خسارة زائد خسارة زائد خسارة، دي شارج عليا باش صنعت فلوس خسرتها باش نصنع هاد البرودوي بي. هنا ملي ساني لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت، عندي لي ديشي كيفاش غادي نحسبهم؟ عندي رقم المعلومات دي ان تيقول لي، اسمعني، تيقول لك 10% كيمثل لي غير 10% من ايش؟ من لو بوا ديال الماتيغ ام. حنا عارفين بان لو بوا ديال الماتيغ ام هو 15000 كيلوغرام، وهز ليا منه غير 10% ديال الديشي ان، دونك سكيل في 15000 غنضربها في 10% غتخرج ليا 1500 اللي تنقصات من القيمه ديال 15000 كيلو، حيت هي دي ديشي كيف ما قلنا بقايا. اوكي، بقايا بطبيعه الحال من المواد الاوليه، ونقص ليا 1500 غير في لا كونتيتي. لاحظتي معايا؟ شوفوا واحد المعلومه واحده اخرى، تيقول لي دون ليفاكياسيون النقل ديال دوك الازبال حاشاكم ديال هاد الشيء نون تريم با دو فري، تقامت عليا فابور ما خسرت حتى شي حاجه. دونك سكي في عندي هنايا بري يونيتير زيرو، وعندي هنا زيرو صامارش. بالنسبه للديشي 2 750 اللي شرحت لكم قبيله، كنديروا كوبي كولي ديال هاد لوكو ديال الديشي دي 2. فهمتي دابا علاش سبقنا دي 2؟ باش نعرفوا لو بري و لو كو ريال ديال لو برودكسيون ديال دي 2. كنشدو دي 2 كنقصوا من الناس 150 كيلوغرام ديال الديشي 2، وكل كيلوغرام تقام عليا ب 47 درهم فاصله 6 لقيته اللي انا شنو انا بعتو سامارش. دونك بعت كل كيلو ب 47 درهم فاصله 6، وبشحال كيلو بعتو؟ 750 درهم، 750 كيلو. دونك بالنسبه لا كونتيتي راني تنقص 750 صامارش، حيت هي دي ديشي حيدناها من 15000 ديال المواد الاوليه، حيدنا منها 1500 لا كونتيتي غير الحجم ديال دي 2، وحيدنا عاوتاني 750 ديال دي 1 وديال دي 2 في الاخر صامارش، وكل كيلو بعناه ب 47.6. لاحظ معايا شنو قلت لك؟ قلت لك بعناه سكيل في ربحنا منه فلوس، ماشي بحال هادو خسرنا فيهم فلوس. دونك باش نعرف لو مونطون ريال ديال الانتاج، التكلفه ديال لا برودكسيون بي، هي سكيل في عندي هادو خسائر دي شارج، فلوس خسرتهم باش نصنع هاد لو برودوي بي. ولكن عندي واحد دي دو اللي هز لي الريتم وعتقني شويه، بعتو دونك سكيل في هاد لي شارج هادو نقص منهم هاد البرودوي هذا، هاد الفلوس ديال البيع، باش نعرف الفلوس اللي غتبقى ليا هو المبلغ الحقيقي اللي انا خسرته باش نصنع هاد 12750 كونتيتي. هاد 12750 كونتيتي هي ديال بي اللي انا بعتو صامارش، واخا تقام عليا هاد لو برودوي بي. دونك هاد 12750 منين جبتها؟ عندي ديجا ماتيغ بخوميير 15000 كيلوغرام، ياك نقصنا منها 1500 كيلوغرام ديال ديشي،
راه حتى هما دي كيلو ضاعوا ليا من المواد الاوليه ديال تي ان، وحيدنا منها 750 كيلوغرام ديال دي دو. دونك الكيلوغرام الحقيقي ديال البرودكسيون بي هو 12000 درهم و750 صامارش. دونك نتمنى نكون شرحت لكم طب ديال البساطه، ونتمنى مع الله نتمنى ومازال غندير لكم اكسرسيس ان شاء الله باذن الله، دونك ما يكون غير الخير باذن الله. دونك اليوم شنو شفنا لي برودوي ريزيديال لي ديشي لي ريبو سون فالور فوندابل ريوتيليزابل. غادي نشوفوا الدرس المقبل لي زونكو مورا لي سو برودوي. اي حاجه بغيتيها من لونتربريز انفيرونمون ستاتستيك لا كونطابيلتي جينيرال traitement de salaire, travaux d'inventaire, les opérations courantes, le marketing, head la comptabilité analytique, prochainement il y a l'analyse financière, fiscalité, le site, télécharger, c'est gratuit, télécharger les PDF, télécharger les vidéos, et maintenant il y a les examens. وما يكون الخير ان شاء الله باذن الله. لو سيت هو www.amilitalim.com، غتلقاوه في اسفل الفيديو. نتمنى لكم التوفيق، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.